تستمر الفعاليات الوطنية أحياء للذكرى 18 لاستشهاد الرمز ياسر عرفات والرابعة والثلاثين للاستقلال، حيث نظمت جامعة القدس المفتوحة ومديرية الثقافة في مدينة طوباس معرضا بعنوان بندقية ثائر. الشهيد الراحل الخالد فينا ياسر عرفات هو باقي، نحن نسير على هديه. البندقية التي خطت ورسمت خارطة الطريق للشعب الفلسطيني، اليوم الشعب الفلسطيني في جنين، في غزة، في نابلس، في طوباس، في جميع مناطق الوطن، في الشتات يسيرون على نفس النهج. اليوم رسالتنا في جامعة القدس المفتوحة في طوباس بافتتاح هذا المعرض الذي يكرس حياة الشهيد القائد ياسر عرفات في محطات النضال المختلفة، من الحصار إلى العمل الإنساني إلى العمل الصحي والطبي في كافة مراحل النضال. وهذه المعارض يعني تأتي وفاء وعرفانا لشهدائنا الذين سنسير على دربهم. وفي مدينة طول الكرم أيضا لم يختلف المشهد، إذ نظمت جامعة القدس المفتوحة معرضا تراثيا في حرم الجامعة تحت اسم حكاية تراثنا أحياء وترسيخا لتراثنا الفلسطيني. في مفخرة أنه عارضين معظم المسائل المتعلقة بالتراث الفلسطيني، الموروث العظيم جدا اللي احنا بنحترمه واللي احنا بنستند عليه، واللي فخامة الرئيس دائما وأبدا بركز على إحياء التراث بكل وسيلة. فبالتالي احنا مسرورين جدا في الجامعة، واحنا بنعتبر هذا نشاط ناجح وسيتكرر إن شاء الله. توريث هذا الميراث الكبير الذي ورثناه على أجدادنا لأجيالنا القادمة هو مسألة مهمة، لأنها في تراثنا هوية وفي تراثنا صمود وفي تراثنا بقاء. وأنا جامعة القدس المفتوحة من رأس الهرم، من رئيس الجامعة حتى الطالب فيها، يسعون بكل جهد وجهيد في سبيل الحفاظ على الهوية الفلسطينية التي يتم تجسيدها من خلال بعض المشاهد ومنها التراث الفلسطيني. تفعيل وجود هذه المعارض ذات الطابع الوطني التراثي لا سيما من خلال المؤسسات التعليمية تعكس أهمية تعميق الرواية الفلسطينية وترسيخها في أذهان أجيالنا المتعاقبة جيلا بعد جيل. من مدينة طوباس، مي المصري، تلفزيون فلسطين.